تظاهرة الإصلاح بتعز، هل هي دعوة مصالحة أم استعراض قوة؟ إظهار كتلته البشرية من أجل عدم إقصائه من قبل صناع القرار، أم أنها مجرد خطوة في سلم التنازلات بدون مكاسب على الأرض؟ أهلا بكم. في اللحظة التي يتحدث فيها الإعلام السعودي عن الإصلاح بنبرة قاسية، وفي اللحظة ذاتها التي تجير فيها أبو ظبي كل قواتها وقدراتها للتنكيل بالإصلاحيين وتصفيتهم، يعلن الإصلاح من تعز المدينة الملتهبة بالصراعات الداخلية والخارجية عن التزام موقفه من عاصفة الحزب وتدخل التحالف، ويرفع صور زعماء أبو ظبي والرياض في تظاهرة هي الأولى من نوعها التي يخرج فيها منفردا كحزب. سواء كانت هذه التظاهرة محاولة استرضاء الإمارات برفع صور زعمائها وفتح صفحة جديدة، أم أنه حب من طرف واحد، فالإصلاح يضع نفسه بين الرهان على الوزن الشعبي وعلى ثقله في الميزان السياسي. وإلا لماذا لا يقود حملة مصالحة مع الأحزاب في المدينة وذهب مباشرة إلى التحالف؟ هذا الحشد سواء أثار مخاوف الإمارات من فقدان تعز أو كان بمثابة طمأنة لها، يبقى الأهم، هل مواقف الإصلاح من التحالف ستنهي الانقسامات والتجاذبات التي تعيشها المدينة؟ أم أن تعز وصلت إلى فرز حقيقي يصعب تجاوزه الآن؟ تشهد محافظة تعز اليمانية منذ ليلة أمس مواجهات عنيفة وحرب شوارع بين قوات الحشد الشعبي التابعة لحزب الإصلاح التابع للإخوان وقوات أخرى تتبع للقيادي السلفي أبو العباس. ماذا يريد أن يقول إصلاح تعز؟ خرج في تعز ولأول مرة بمسيرة منفردا بمناسبة الذكرى الرابعة لانطلاق المقاومة ضد ميليشيا الحوثي التي اجتاحت المدينة بالتزامن مع ذكرى عاصفة الحزم التي أطلقها التحالف العربي بقيادة السعودية، مسيرة حاشدة دعا الإصلاح فيها إلى إنهاء الاختلالات الأمنية واستكمال تحرير المدينة التي لا تزال بعض مناطقها تحت سيطرة الميليشيا وتحاصرها من أكثر من جهة. رفع الإصلاحيون صور زعماء السعودية والإمارات وأعلام الدولتين اللتين لم يتوقف إعلامهما عن التحريض على الحزب ونعته بالإرهاب في خطوة مستغربة أثارت الرأي العام الذي انقسم بين مستنكر ومبرر لموقف الإصلاح. مسيرة الإصلاح أتت بعد أيام قلائل على المواجهات التي اندلعت بين الحملة الأمنية من جهة وكتائب أبو العباس المدعومة من الإمارات من جهة أخرى. ورغم أن الحملة انطلقت بتوجيهات محافظ تعز، إلا أن مناوئ الإصلاح اتهموه بالعمل على استهداف خصومه السلفيين المدعومين من الإمارات تحت يافطة أجهزة الدولة الأمنية. رداً على تحركات السلطة المحلية لضبط الخارجين عن القانون في تعز، اتحدت وسائل إعلام التحالف وناشط القوى المحلية الموالية للتحالف في هجومهم على الإصلاح واتهامه تارة بتسخير أجهزة الدولة لتصفية خصومه وبالتحالف مع الحوثيين لضرب التحالف تارة أخرى. اتهامات دفعت الإصلاح للخروج للفت الأنظار والتعبير عن موقفه ولأول مرة في مسيرة حاشدة يدعو لها باسمه ويرفع فيها شعاراته، جدد تأييده للتحالف وأكد الاستمرار في معركة التحرير. هل يحاول الإصلاح النجاة بنفسه مقدما تعز طعما لإرضاء الأجندات التي تحاول إغراقها بالفوضى وجرها لمستنقع فوضى عدن؟ ولماذا القفز إلى خطب ود الإقليم بعيدا عن المصالحة الوطنية بين الأحزاب اليمنية التي يبدو أن إعادة ترميمها بات مستحيلا وأصعب من الهروب لخطب ود الحليف الإقليمي لدود الذي لا يخفي نواياه في محاولة اجتثاث الإسلام السياسي؟ أسئلة واستفهامات تثار مع كل مرة يهرب فيها الإصلاح من اتهامات وتحريض التحالف له إلى التأييد والارتماء في حضن أجنداته التي يقول اليمنيون إنها تبدلت وصارت تمثل عبئا عليهم وتطيل معاناتهم. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الكاتب والباحث نبيل البوكيري، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف خلال هذه الحلقة. بداية، مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور لك ومشاهدينا الكرام. أهلا بك. اليوم تظاهرة حاشدة لحزب الإصلاح في مدينة تعز يدعو فيها لاستكمال التحرير وإنهاء المظاهر الميليشاوية، كيف قرأتها أنت؟ ربما ليس للإصلاح من هذه المظاهرة سوى أنه دعا
لإقامتها، أنا باعتقادي الجماهير التي ظهرت هي لا تعبر عن تجمع المصلح بقدر ما تعبر عن مطالب وطنية كبيرة تمثل كل القوى الوطنية وتمثل كل الآمال والتطلعات اليمنية في هذه المرحلة، شعاراتها مطالبها. هذا الحشد الكبير هو لا يمكن بسهولة أن نصنفه على حزب أو على منطقة أو على جهة معينة، لكن اليافطات التي ظهرت كلها كانت تحمل شعار صحيح الحزب هو الذي نظم هذه المظاهرة، الحزب هو الذي نظم هذه المظاهرة وأعلن عنها مبكرا. لكن أنا باعتقادي أنه يعني مع التسليم بالقدرة الكبيرة للإصلاح في حشد هذه الجماهير وقدرته في تنظيم هذه المظاهرات، لكن أيضا أنه في ظرف كهذا أنا باعتقادي أنه تجاوز الحشد الإطار الحزبي والسياسي إلى إطار وطني عام. هذه الجماهير التي خرجت بهذا الشكل هي تعبر عن إرادة جماهيرية، أنا باعتقادي ليست كلها جماهير تنظيمية حزبية في مدينة تعيش واقع حرب وحصار وواقع مختل أمنيا أيضا في بعض مربعاتها. يعني هذا كان تعبير مكثف عن الأزمة الحقيقية في اليمن كلها، عزمة غياب الدولة وعدم استعادة المناطق وعدم استكمال معركة التحرير، وبالتالي خرجت الجماهير ليس تأييدا للحزب أو تأييدا لرافع الشعار بقدر ما خرجت تأييدا للبرنامج الذي من أجله قامت هذه المظاهرة، هو برنامج استكمال التحرير، برنامج استتباب الأمن، برنامج استعادة مؤسسات الدولة المختطفة واستعادة البلاد المختطفة أيضا، سواء في المناطق المحررة مختطفة من قبل الميليشيات أو المناطق التي لا زالت تحت سلطة الانقلاب وهي مناطق مختطفة أيضا. وبالتالي هذا يعني ما تمثله هذه المظاهرة هي يعني باعتبار أن تعز، وهذه يعني يجب أن تقرأ الرسالة جيدا، تعز بكل الإشكالات التي تحصل حولها والزعيق الإعلامي الذي تقوم به بعض الأطراف وحالة التجنيد الإعلامي القدر صح التعبير في هذه المناسبة التي يشيطن المدينة ويشيطن مقاومتها ويشيطن الروافع الوطنية للمقاومة في تعز، مع ذلك تبقى تعز هي المدينة الوحيدة اليوم التي يستطيع اليمنيون أن يخرجوا فيها بمثل هذه المظاهرات رافعين شعارات وطنية كبيرة تعبر عن كل اليمنيين من أقصى اليمن إلى أقصى. لكن ألا تجد أن الحزب بهذا الشكل يقفز على واقع، يعني في ظل استهدافه من الإمارات ومن السعودية في إعلامها ويعني تصفية كوادره في عدن واتهاماته الكثيرة حتى على مستوى الإعلام، يعني ربما تابعت أنت كيف وصف ما حدث في تعز قبل أيام، يعني الحملة الأمنية وصفت بأنها حشد شعبي تابع لحزب الإصلاح التابع للإخوان. طبعا أنا باعتقادي أنه يفترض أنه أن يكون معكم ضيف إصلاحي ليعبر عن وجهة النظر هذه، أنا باعتباري باحث هنا أعبر عن ما أراه وما أفهمه من السياسة في هذه المرحلة. أنا باعتقادي الإصلاح ليس عنده مشكلة مع السعودية أو مع الإمارات، ربما لكن هما معهم مشكلة، هما يرون أن هناك مشكلة. هذه المشكلة تتمثل بما ترفعه الإمارات وتعمل من أجله منذ فجر ما قبل ثورة الربيع العربي، وهي شيطان ما يسمى بالإسلام السياسي، واعتبار أيضا الإصلاح أو كما تصنفه أنه جزء من الإسلام السياسي. لكن الإصلاح يعني كحزب يؤمن بشرعية اليمنية، شرعية التي استدعت التحالف العربي واستدعت المملكة تحديدا، المملكة العربية السعودية للتدخل في الوضع اليمني. الإصلاح واضح وضوح تام، يعني أنه حتى في خطابه الإعلامي في خطابه الرسمي كله لا يقدم أو لا يرفع صوت العداء للإمارات أو لغير الإمارات، مع وجود أيضا أصوات إصلاحية تستنكر الممارسات الإماراتية في كثير من الملفات في المناطق المحررة وغير المناطق المحررة ما فيها تعز أيضا، وعلى قائمة هذه الإشكاليات هي مسألة ملشنة مؤسسة الدولة، خلق ميليشيات خارج مؤسسة الدولة الأمنية والعسكرية، وهذه يعتبر تهديد كبير لسيادة اليمن وأمنه واستقراره وشرعيته أيضا. نعم، لكنه أيضا ظل يعني جدارا قصيرا يتحمل كثير من الأخطاء التي لم يقم بها أو يعني يتهم بها ربما حتى من حكومة الوفاق، وهو يتهم بأنه هو من يدير البلاد، هو من يعمل كذا، هو من يحارب في عمران، هو من يعني كثير من طبعاً المواقف التي لم نجد له موقف حقيقي يدافع فيها عن نفسه، إنما يتماهى مع ما يحدث وكأنه يسلم بكل ربما هذا الاتهام. ربما مشكلة الإصلاح الكبيرة والتي يدفع ثمنها غاليا أنه حزب كبير، حزب منظم وحزب كبير يتواجد على امتداد جغرافي اليمنية،
وأنه الحزب الذي وجد نفسه فجأة أمام تحمل العبء اللحظة التاريخية، عبء انهيار الدولة وسقوطها والانقلاب ومسألة المقاومة الوطنية واستعادة شتات اللحظة الوطنية والمجاميع الوطنية والدفع بها لمقاومة المشروع الإمامي حاليا. ويتحمل عبء هذا الوجود أيضا في إطار أنه جزء أصيل من مشهد ما بعد ربيع العربي، وهو مشهد حوامل التغيير السياسي والانتقال الديمقراطي في المنطقة العربية. وبالتالي هو يدفع ضريبة هذا الوجود الكبير في الداخل باعتباره الحزب الأكبر والأقوى، وضريبة وجوده أو تصنيفه على الإسلام السياسي. وبالتالي هو يدفع هذه الضريبتين في نفس الوقت، تحمل مسؤولية وطنية جدا. هذه المسؤولية الوطنية تتمثل بما يقدمه من تضحيات على مستوى أفراده الذين يسقطون شهداء في الجبهات بالمئات والعشرات، وأيضا على مستوى قياداته المسجونة وناشطيه الذين في المعتقلات والسجون والمنافي. وبالتالي هذه الإشكالية أيضا لا يدفعها إلا حزب كبير له برنامج واضح، بغض النظر هو يتحمل ضغوط اللحظة السياسية ويتحمل كل الأذى الذي يتحمله في سبيل عدم الانقرار لمعركة جانبية تخرجه عن مسار المعركة الوطنية الكبيرة، وهي التي تتحمل أو في سبيلها ينبغي أن يتحمل هذا الحزب كل هذا الأذى الذي يراه الآخرين أذى. نعم، إذن كانت هناك ردود فعل قوية ومتضاربة بأن تظاهرة الإصلاح بتعز دعوة مصالحة، أم هناك من وجدها بأنها مجرد استعراض قوة؟ كيف وجدتها؟ أنا باعتقادي الجماهير التي خرجت هي أكبر رسالة على أهمية المصالحة الوطنية. يعني لا تتحد الجماهير، وهذه جماهير غير مسيسة وغير حزبية، يعني دعني أقول أنه جزء كبير جدا من هذه الجماهير غير مسيسة ولا تنتمي سياسيا لفصيل معين، ولكنها جماهير ترى أنه البرنامج الذي رفع في هذه المظاهرة يتوائم وينسجم مع مشروعها ومع مطالبها وأحلامها وتطلعاتها. هل تتوقع أستاذ نبيل، اسمح لي يعني المقاطعة، أن ما زال يعني كثير من أبناء تعز يؤمنون بدور التحالف رغم الخذلان الذي سببه لتعز حتى يخرج اليوم رافعا بأنه ما زال مؤمن بعاصفة الحزم؟ وجدنا على العكس يعني كثير من شباب تعز خرجوا لدعوة التحالف تصحيح مساره، لدعوة الشرعية باتخاذ موقف مما يحدثه التحالف في المدينة من عبث. أنا باعتقادي أيضا يجب أن تكون الرسالة واضحة أيضا من خلف هذه المظاهرة، هي أنه ليست مسألة احتفاء بعاصفة الحزم التي انتهت في شهرها الأول وتم تغيير اسمها، لكن هي في الأساس رسالة أن هناك خلل في التحالف العربي. هذا الخلل يجب أن يصلح مساره عاجلا غير آجل. هذا المسار يتمثل في عدم تمكين الدولة والحكومة الشرعية من استعادة نشاطها واستعادة مؤسساتها واستعادة ذاتها ووجودها في المناطق المحررة. وبالتالي هذه الجماهير التي خرجت هي لم تخرج لتصفيق لأحد، هي خرجت لها طموحات وآمال ومطالب واضحة. هذه المطالب تتمثل باستعادة الدولة ومؤسساتها واستكمال معركة التحرير واستكمال بنية مؤسسة الدولة المشلولة والمجمدة. وبالتالي يجب أن يفهم التحالف هذه الرسالة بغض النظر عن يعني ما قد يفهم من هذه الرسالة أنها نوع من التماشي مع 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 مع, مع مخطط التحالف أو السكوت أو غض النظر أو غض الطرف عن ما يقوم به من سياسات لا تتفق مع الهدف المعلن من هذه العملية العسكرية ومن ما يسمى بعاصفة الحزم. هناك أخطاء كبيرة، والأخطاء الكبيرة يجب أن تصحح، وهذه الجماهير التي تخرج كل مرة ليست المرة الأولى، إنما هي قد تكون المرة الألف بعد الواحدة بعد الألف. لكن المرة الأولى المظاهرات التي يدعو لها الإصلاح كحزب منفرد، يعني طبعا الإصلاح في هذه المرة هو يعني أنا لا أدري لما أنت تصر أنها ليست تظاهرة إصلاحية أو تابعة لحزب الإصلاح، أنا هم اللي دعا لها وهم من يتحدثون الآن باسمها، يعني أن هذه صحيح مظاهرة. صحيح. المظاهرة نظمها ودعا لها التجمع العلماني للإصلاح، والتجمع العلماني للإصلاح أيضا حتى المظاهرات السابقة التي كان تخرج هي جزء كبير جدا من نعم كان تنظم من قبل الإصلاح، لكن لا يعني بحال من الأحوال أن الإصلاح لديه القوة السحرية الكاملة لإخضاع الناس كلهم الموجودين في هذا الإطار الجغرافي أو ذاك، يعني يخرجهم ليحملوا شعاراته ولافتاته. أنا باعتقادي أنه يعني سيكون من المغالطة بمكان أن احنا نوصف هذه الجماهير أنها جماهير عبارة عن قطيع تخرج لمن صاح أو لمن أراد أن يستخدمها. أنا باعتقادي هناك وعي سياسي كبير لدى هذا المواطن، لديه أحلام وتطلعات ومطالب كبيرة ضاق به الحال على امتداد 4 سنوات في عدم تحقيق الحد الأدنى من العيش الكريم في هذه المنطقة المحاصرة. وبالتالي الناس تخرج مع من ترى أنه أهلا لحمل مشروعها الوطني.
الإصلاحيون في هذه المدينة قدرهم أنهم رقم واحد في هذه المدينة، وقدرهم أنهم قدموا التضحيات. نعم، إذا هذه الصورة التي تظهر أستاذ نبيل، يعني ألا تجد أنها ربما هناك مخاطرة بتعز، أن هناك تكريس لصورة نمطية أخذها التحالف أن تعز هي الإصلاح وأن الإصلاح مكون كبير فيها ولا بد من القضاء عليه، وربما هي تعاقب بالتحرير كما تتابع أنت كثير من الأحداث لأن خشية من تمكن الإصلاح من هذه المحافظة؟ طبعا هذه المظاهرة ممكن يخرج الإصلاح أو غير الإصلاح أكبر منها، بس فقط في حالة السماح بخروج هذه المظاهرات في عدن، ليسمحوا بخروج هذه المظاهرات في عدن، ليسمحوا بخروج هذه المظاهرات في حضرموت وفي غيرها. ستخرج هذه المظاهرات لأنه الجماهير اليمنية أو الشعب اليمني أو المواطن اليمني لديه من المطالب التي يراها لم تتحقق ولم يتم تحقيقها الكثير، وبالتالي الإشكالية تكمن أنه تعز هي المنطقة الوحيدة التي فيها قدر كبير من الحرية، وبالتالي يخرج الناس تعبير عن مطالبهم. يعني على سبيل المثال، هل سيسمح مثلا الانقلاب بخروج مظاهرة مثلا في عدن في صنعاء، أو سيسمح التحالف بخروج مظاهرة مثلا في عدن؟ أنا باعتقادي المسألة الآن الذي يجب أن تفهم أنه تعز هي المنطقة الوحيدة التي نستطيع أن نقول أنه اليمني يمتلك سيادته عليها، هذه المنطقة الوحيدة، لا سيادة اليمني في صنعاء ولا سيادة اليمني في عدن، وبالتالي بقت تعز هي المربع الذي يختبر فيه اليمنيون حقيقة سيادتهم وكرامتهم وحريتهم في هذه المدينة. نعم، إذا لو وضعنا تظاهرة اليوم في سياق الأحداث الأخيرة في تعز، أين سيكون موقعها؟ لا شك أنه هذه المظاهرات هي ستعبر عن 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 مرحلة قادمة، هذه المرحلة القادمة يجب أن يدرك التحالف العربي أنه لم يعد لديه فائض وقت ليلعب على عامل زمن فيما يتعلق بإعادة ترتيب المشهد اليمني. أنا باعتقادي هذه الجماهير التي خرجت اليوم وباستعادتها وبإمكانها أن تخرج في أي وقت، المطالبة بحقوقها وكرامتها وطموحاتها التي رفعتها. أنا باعتقادي اليوم يجب أن تكون هذه الرسالة واضحة وذات شقين. الشق الأول هو القوى الوطنية الموجودة في تعز، وهي قوى يعني عكست صورة سيئة عن العمل الحزبي، وعكست صورة يعني بالغة السوء فيما يتعلق بأداء هذه القوى الوطنية، أنها قوى تحاول تحقيق مصالحها على حساب أمن واستقرار المدينة، على حساب مصالح الوطن ومصالح تعز ومصالح كل المرحلة كلها. الرسالة الثانية وهي أيضا للإصلاح والتحالف معا، إنه يجب أن يجلس الطرفان وجه لوجه ويطرح كل طرف مخاوفه من الطرف الآخر. ما الذي ممكن أن أو ما الذي يعوق عملية التحرير؟ ما الذي يعمل على إطالة أمن المعركة في اليمن؟ لماذا تخافون من الإصلاح؟ والإصلاح رمى بكل ثقله في هذه المعركة وقدم التضحيات الكبيرة والجسيمة فيما يتعلق معركة معركة السعادة الشرعية اليمنية أو معركة التحالف العربي ومواجهة المشروع الإيراني. أنا باعتقادي اليوم يجب أن يجلس الطرفان ويقدم كل طرف تخوفاته وتحفظاته عن الطرف الآخر، غير ذلك أنا باعتقادي ستستمر هذه المهزلة وهذه المسرحية وهذا الغزل يعني الغزل المتبادل من طرف واحد أو حتى من الطرفين. يعني مثلا على سبيل المثال أيضا التحالف العربي في كل بياناته وفي كل يتحدث عن استعادة الشرعية اليمنية وعن كذا وعن كذا، وهي كلها كلام للاستهلاك الإعلامي ليس إلا، لكنه حين يتحدث عن الإصلاح يتحدث بلغة مختلفة أستاذ نبيل، وربما السعودية رسميا الآن نعم رسميا يعني التحالف لا يتحدث عن الإصلاح، لكن الآن الإعلام بدأ يظهر بمظهر مخالف. يعني ربما تابعت يعني ما حدث في قناة العربية، يعني كان التوصيف يعني سيء للغاية. طبعا التحالف وإعلامه إعلام منفلت، إعلام مخترق يدار من قبل شبكات مخابرات مخترقة له كثير من الجهات. يعني أنا أعتقد أنه الإعلام الخليجي إعلام يدار كله عن طريق إعلامية الضاحية الجنوبية، وهؤلاء معروف من يتبعون ومن يديرون من والحساب من يعملون، كل الإعلام الخليجي ومعظم الإعلام الخليجي وخاصة الإعلام الإمارات السعودي. وبالتالي يعني لم يكن هناك يعني مواجهة رسمية أو قرار رسمي أو إدانة رسمية من قبل التحالف العربي فيما يتعلق بالتجمع للإصلاح كحزب يمني. يعني يتبادلون نوع من الدبلوماسية، لكن هذه الدبلوماسية أيضاً على يعني لا تعكس جدية ونية حقيقية فيما يتعلق بسير الأعمال على الأرض. إنه هناك تخوفات وهناك مبالغات في تضخيم هذا الخوف
فيما يتعلق بمسار ومستقبل اليمن، وبالتالي يجعلهم أو يدفعهم هذه المخاوف، تدفعهم هذه المخاوف لأن يجنحوا وأن يفضلوا التعامل أيضا حتى مع جماعة الحوثي ولا يتعامل مع الإصلاح. وبالتالي هم دائما ما يعززوا فكرة أنه الإصلاح تابع قطر وتابع تركيا وممكن يتواصل مع إيران، لكن في حقيقة الأمر هم أكثر تواصلا مع إيران من أي طرف آخر. لا زالت هناك القنصليات الإيرانية، ولا زالت يعني التعاملات الإيرانية في مع دبي مع بحرين ومع كل هذه يعني الدول. وبالتالي لا داعي انه يعني انتم تاتون وتحدثون عن طرف منضوي في اطار شرعيه رسميه، وهذه الشرعيه موقفها واضح من ايران وموقفها ايضا معلن من سير المعركه وتفاصيلها على المشهد اليمني منذ 4 سنوات. نعم، اذا استاذ نبيل، هناك من يتساءل لما لم يتوجه الاصلاح للقوى الوطنيه الداخليه وعمل مصالحه حقيقيه معها، عوضا عن رفع شعارات للتحالف الذي يعني يمعن في اقصائه في كثير من المواقف. انا كمراقب ارى ان الاصلاح قدم من التنازلات الكبيره جدا لكل القوى الوطنيه الموجوده في الساحه. نعم، ولكنه يقدم ما هو اكثر للتحالف، لما لا يستطيع ان يقدم هو مثل ذلك لمن هم بالداخل، اليس هم اولى؟ يعني تخيلي انه منذ تاسيس ما يسمى باللقاء المشترك اللي كان يضم القوى الوطنيه، قدم الاصلاح الكثير من التنازلات وظل يعزف على معزوفة اللقاء المشترك والأحزاب اللقاء المشترك وضرورة العمل الوطني المشترك، وقدم الكثير من التنازلات طوال الفترة الماضية، مع أنه اللقاء المشترك أصبح من خيارات الماضي ومن تاريخ يحكى يعني ولم يعد واقعا، ولكنه في المقابل لا يمانع من أي مصالحة وطنية أو من اجتماع وطني، وخاصة في لحظة وطنية تستدعي لم الصف الوطني. لكن هناك أيضا في الطرف المقابل من يستقوي على حالة الشيطنة الإقليمية فيما يتعلق بالإسلاميين والإصلاح تحديدا، ويريد أن يتاجر بمصالحه على حساب هذه الفزاعة بتخويف الخليجيين من أن الإصلاح هو المسيطر، الإصلاح هو الطرف الأقوى في المعادلة اليمنية، وأن الإصلاح يجب من يعني من أقلمة تقليم أظافره في اليمن، يعني مستعدين أن يتحولوا إلى 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 مناكفات رخيصة ويبيعوا مواقفهم مقابل أن 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 يلحقوا الأذى بهذا الطرف أو ذاك. يعني نحن أمام إشكالية خطيرة فيما يتعلق بهذه القوى ومحاولة الزق في المشهد اليمني كله في صراعات إقليمية. بينما الإصلاح أنا باعتقادي ما عندهش مشكلة من هذه مع هذه القوى، وقدم تنازلات وإلى حد الآن قدم تنازلات كبيرة. في أخطاء تحصل بطبيعة الحال، العمل السياسي مليء بالأخطاء، وممكن أن يحصل في ظرف ووضع حرب مثل هذا الذي يجري الآن. لكن هذه الأخطاء لا تصل إلى مرحلة إنه أن ينكر الآخرين أو ينكر أدوارهم أو حتى يهمشهم في مسألة. وبالأخير أيضا هي معركة مغارم وليست مغانم. من لديه القدرة ويؤمن بمشروع الوطني ومشروع استعادة الدولة، أنا باعتقادي لا يمكن، لا يستطيع الإصلاح ولا غير الإصلاح أن يمنع أي طرف من الأطراف الوطنية اليوم أن تعود إلى الميدان أو تدخل الميدان وتقدم تضحيات. لا تجد أن المشهد يعني بات غريبا أستاذ نبيل، يعني عوضا عن اتحاد جميع القوى لمواجهة الحوثي وإخراجه كليا من المدينة، وقعوا في فخ هذه التجاذبات وهذه يعني الأهداف الفردية لكل طرف، وبالتالي يعني لنقل ضاعت القضية الوطنية التي يتحدثون عنها. يعني الآن كل شخص يتحدث عن أنه هو صاحب الحق في الحديث عن القضية الوطنية، متناسين أن كل ذلك يزيد من الفرقة وتضيع المنطقة التي تم تحريرها، وربما تلحق الأماكن الأخرى التي يسيطر عليها الحوثي. الكارثة الكبيرة للأسف والمضحك يعني يجعله أحدنا يضحك حتى ثمالة، إنه هذه المعارك أو معارك المطابنة السياسية أنا أسميها، إنه اللي يقودها الفيسبوكيين للأسف، إن الفيسبوكيين الناشطين الفيسبوكيين التابعين لهذه الأحزاب هم اللي يختلقوا هذه المعارك ويأججوا المشهد، بينما السياسيين عندما تواصل مع السياسيين من الكبار يقول لك نحن ما عندناش مشكلة مع هذا الطرف ونحن متواصلين ومتفقين حول كثير من القضايا، بينما ما تعود إلى وسائل التواصل وتعود إلى تجدد يعني معارك ضارية، وكأن الأمر أصبح يعني قتال بين هذه الأطراف يعني من طاقة لطاقة كما يقال. الإشكالية تكمن أنه يعني في انفلات حزبي،
وفي أيضا هذا الانفلات الحزبي يغذيه امتدادات خارجية في تغذية الشرخ الوطني الموجود. هناك عملية بيع وشراء للمواقف الناشطين فيما يتعلق بشيطنة هذا الطرف أو ذاك. يعني هذه حقيقة يجب أن أنا اعتقادي لو كل حزب ألزم ناشط من ناشطين من الذين يثيرون مثل هذه الخلافات أن يتوقف عن الحديث في الشأن السياسي أو فيما يتعلق بالعلاقة بين هذه الأحزاب. أنا أعتقد أنه جزء كبير جدا من المشكلة ربما أن ينحل، لكن الإشكالية أنه هؤلاء الناشطين أصبحوا كالنائحات يعني ومؤججات الحرب التي كانت في أيام الجاهلية تقدم الصفوف والتصيح بأعلى صوتها لتأجيج المعركة. هذا ما يحصل اليوم. وسائل التواصل أصبحت يعني سيئة للغاية، وسيلة سيئة في تخليق حالة الشتات الوطني في هذه المرحلة. نعم، نعلم أستاذ نبيل ربما أن يعني لنقل أن الحالة السياسية هي الأكثر صحة موجودة في تعز لوجود أو لنشاط هذه الأحزاب. يعني تقريبا الأحزاب تعد ميتة في بقية المحافظات، لا وجود حقيقي إلا أن تكون قد انتهى لها. نعم، ما زالت تعز تحتفظ بهذه الحيوية لديها. يعني لا أدري هل هناك قطيعة بينها وبين قياداتها الموجودين في الرياض، وكأنها تتصرف بمعزل عن هذه القيادات، كأن ما يحدث تماما خارج عن يعني الأحداث السياسية الكبرى. يتصرف كل طرف حسب هوائه، ويتصرف أيضا دون يعني حمل مسؤولية حقيقية بأن في تعز ما زال الحامل السياسي ربما يكون أحد الحلول، لكنه يتحول بطريقة أو بأخرى إلى أحد سهام الموت. بالطبيعة الحال، وهذه إشكالية خطيرة أيضا، أنه الإخوة الحزبيين والمسيسين والناشطين في تعز لا يدركون أنه لم يعد لهم ليس هناك أي مكان آخر غير تعز التي فيها هذه الحرية الكاملة في أن تتحدث وتقول ما تريد. ومزيد من الإشكاليات ستؤدي إلى تخريب هذا المشهد. يعني أحيانا الحرية المنفلتة التي بلا ضوابط وطنية ولا ضوابط أخلاقية وسياسية أيضا يعني أكثر دمارا من تكميم الأفواه. يعني تكون حرية منفلتة ليس لها ضوابط ولا قوانين، يعني على الأقل في قوانين أو ضوابط أخلاقية في الفرد نفسه، لم تكن ضوابط سياسية في إطار التنظيمات التي ينتمون إليها. لكن الإشكالية أنه يعني صحيح تعز هي المربع الوحيد الذي لازالت فيها تنشط الأحزاب وتنشط المنظمات وتنشط، لكن في الأخير أنا باعتقادي أنه يعني يجب أن لا تتحول هذه النعمة إلى نقمة. يعني نعمة الحرية والنشاط والحركة في هذه المنطقة والتعبير، أنه تتحول إلى نقمة. يعني مثلا اليوم مثلا أنا يعني من الغرائب والعجائب أنه الناشطين تابعين لأحزاب معينة لا زالوا عايشين في صنعاء، ولا هم لهم ولا شغل لهم إلا ما يجري في تعز، ويقولون ما لم يقل مالك في الخمر فيما يجري في تعز، بينما لا يستطيعون أن يقولوا كلمة واحدة فيما يجري في صنعاء. على سبيل المثال قضية الدكتور فهد العزعزي رحمة الله عليه، قتل في الشارع، واحد من أمهر العقول اليمنية، خريج حديثا في الصين وعاد إلى اليمن وعرضت عليه أعمال في كندا وأستراليا، قتل في الشارع يعني ولا كأنه بني آدم يعني، ولم يتحدث أحد عن، بينما كذبة في الإعلام، كذبة تم تسريبها في الإعلام عن مقتل 50 مواطن مدني في مدينة تعز. طبعا تخيلي كذبة بهذا الحجم، 50 مدني قتلوا في تعز، واجتمع عليها المثقفين في صنعاء على رأس القائمة المناضل الكبير الأستاذ عبد الباري طاهر، ويعمل بيان طويل عريض على كذبة. تخيلي كذبة تتحول إلى بيان لمجموعة من المثقفين والمفسبكين في صنعاء، ويعملوا مناحة على كذبة، ولا يستطيع أن يعملوا بيان صغير حول حادثة مقتل الدكتور فهد العزعزي. نحن أمام انفصام وحالة غرائبية فيما يتعلق بهؤلاء النخب وهؤلاء المثقفين. نعم، إذا اسمح لنا أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الهادي العزعزي وكيل وزارة الثقافة من تعز. مساء الخير أستاذ عبد الهادي. عبد الهادي، عبد الهادي، يا مساء النور أختي. وقبل ما أجي طبعا في مسألة إثبات الدكتور فهد العزعزي الذي هذا نتيجة عبث في صنعاء، ونتيجة ما يعتبر أن الحالة الأمنية مستقرة وهي غير قادرة على حماية الناس الشعبية.
نعم أستاذ عبد الهادي. إذن عن موضوع حلقتنا لهذا اليوم، التظاهر الكبيرة التي خرجت، هل هي محاولة الإصلاح لتأكيد التزام الحزب في موقفه من عاصفة الحزم، أم هي محاولة استرضاء التحالف والإمارة تحديدا برفع صور زعاماتها؟ لا أعتقد أن المسألة كانت بهذا الشكل. الإصلاح اتجه على قسم كان قد أعلنه قبل 3 سنوات موقفه من قبل 4 سنوات موقفه من عاصفة الحزم، وموقفه أيضا من الشرعية التي اعتبر نفسه مساندا لها، وموقفه أيضا من مسألة الدائم للشرعية الممثلة في التحالف العربي كواحدة من الأحزاب السياسية الداعمة للشرعية. أكد اليوم احتشاد جماهير الشارع المطالبة أولا بتدبير التحالف والسلطة الشرعية بالتزاماتها نحو تحرير المحافظة، إعلانا واضح أن الحياة السياسية لا زالت في تعز متصدرة للمشهد ولم يتم كما يقال إثبات الحالة السياسية، أيضا إعلان بسبب تنوع هذا المجتمع وتجدده أنه مجتمعا بدولة كانت دولة ذات ديمقراطية ناشئة وأنه جزء من هذا المكون، وأيضا إعلانا لمدى طم الحجم الجماهير المؤيدة للشرعية والتي يجب أن تنقض في الحسبان عند التعامل مع قضايا هذه المحافظة ومع ما يحدث فيها، وإعلانا واضح لدى بعض القوى التي تحاول أن تتواجد في محافظة تعز الشرعية فلا داعي لأن تزيد جراحها ونساياتها أكثر مما تعاني من انتصار الحوثيين ومن بقائها في خط المواجهة ومن بقائها مدرسة السنجاب لمدة 4 سنوات. كانت رسائل متعددة في هذا الاتجاه، أيضا لا مدى يحفظ المواطن التعيزي الذي يتواجد في هذه الجغرافيا والمتنبية للأخطار التي تعيشها اليمن بشكل عام والتي يعيشها النظام الجمهوري، والرغبة الكبيرة باعتبار أن هذه المدينة كانت تمثل ولا زالت تمثل النواصف الصلبة للنظام الجمهوري كجمهورا ومواطنين، وهي أمور يجب أن تؤخذ بالحسبان، وهي رسائل متعددة تفهم ضمن هذا السياق، ورسالة أيضا إلى حلفاء الإصلاح المحليين أننا نسير على نهج الديمقراطية ونقبل التعدد، وإعلانا بقاء الحياة السياسية وممارسة لحق ديمقراطي أخيب هو التظاهر والتعبير عن الرأي. نعم، إذا أستاذ عبد الهادي برأيك هل يمكن للتحالف أن يفتح صفحة جديدة مع الإصلاح، أم أنها مجرد تنازلات يقدمها الإصلاح مرة بعد أخرى، أو كما يقال حب من طرف واحد؟ لا أعتقد إن كانت هنالك قوى سياسية تقرأ هذا المشهد فهي يجب أن تتعامل مع أن الإصلاح مكون من المكونات السياسية المهمة والأكثر تنظيما والأكثر استعدادا والأكثر جاهزية. على الحزب قدم مواقف على مدار 4 سنوات تحسب له كحزب سياسي، وتحسب أيضا لجماهيره، تحسب قدرته والمراهنة عليه في مسألة سياسية. يجب أن يكون هناك خلفاء محليين أقوياء للسلطة السياسية إذا أرادت أن توصل رسائلها وأن تكون أكثر تكدرا. أيضا هي في المقابل رسالة للسلطة لإعادة بناء الأجهزة من أجل إعادة بناء أجهزة الدولة وغيرها. يجب المراهنة على المسألة السياسية والقوى السياسية الأكثر فاعلية. أيضا هذا جزء أساسي من مسألة رد اعتذار للساكن والخارج من أن هناك جماهيرا هذا الحزب يعبر عنها، يعبر عن تطلعاتها، وهو ليس مجموعة معزولة أو قوى كما يحاول البعض أن يصورها أن جماعة قد تنتهزه أو أنها ضد إعادة بناء مؤسسات الدولة أو ما يروج في وسائل الإعلام، وهي قد أحيانا تكون من المنافسات غير رسمية، لكن هذا نوع من إعادة البناء، إعادة التأكيد على قوة التناسق المجتمع، إعادة التأكيد على وجود قوى تتبع هذه الأحزاب لديها نباهة سياسية كبيرة، لديها
تطلعات لدي كان محددة مرتبطة بالتحرير مرتبطة بالتأمين. هذه المحافظة حرر منها قسم كبير، لكن الرئتين الاقتصاديتين لا زالتا تعرف سيطرتها، وهما ما تعني الجماهير وما تعني مزيدا من الاستقرار والأمن وعودة مؤسسات الدولة. وبالتالي كان يجب أن تصل رسالة من هذا الاتجاه والرسالة الأعظم. لكن ألن تضر هذه الرسالة بتعز أستاذ عبد الهادي؟ يعني أن تعز متهمة بأنها يعني وكر للإصلاح والإمارات تتخوف من أن يمسك الإصلاح. تعز إذا ما حررت ربما كانت أحد أسباب أو إعاقة تحرير تعز هي هذه النقطة. الآن هو يظهر ويقول هذا هؤلاء كلهم يعني يعبرون عني، أليس هذا تكريس لنفس الصورة التي تقلق الخارج بشأن تعز؟ الرسالة تقول أنا أعبر عن هؤلاء وليس العكس. عادة ما يكون الطبيعي معبرا عن الآخرين وعن قضاياهم وعن مطالبهم، وهذا جزء الناس عادة ما تحتشر بعد القوى الأكثر تضمينا، القوى القريبة من قضاياها، هذا جانب. بالعكس هذه المسألة تعطي السلطة أو تعطي السلطة الشرعية والتحالف نوعا من الطمأنينة أن هذه القوى ليست منفلتة، ولا يمكن أن تدخل بحالة نزاع داخلي عندما تتواجد كتل ذات ثقل كبير. من السهل جدا التعامل مع هذه المناطق، من السهل جدا إعادة بناء مؤسسات الدولة وأجهزتها بالركون على هذه القوى السياسية، أن يكون لكل محافظة ولكل كتلة بشرية مجموعة من القوى السياسية في النظرة الاجتماعية هي قوى لإعادة تنظيم المجتمع. ولا أعتقد أن التحالف في أهدافه أتى لإعادة السلطة وإعادة تموضعها وإسقاط الانقلاب وإعادة بناء الأدلة. إذن هذه القوى التي يمكن أن يؤمن عليها في إعادة بناء الأدلة، بناء الأدلة تقوى لقوانين محددة، هذه القوانين ليس من ضمنها من ضمن أدواتها تحديد انتماء الأشخاص السياسيين، لكنها تتعامل مع الناس كمواطنين، وهنا المواطنين يتسعون أكان من حزب الإصلاح أم كان من القوميين أم كان من اليسار أم كان من اليساريين أم من المؤتمر أم من غيرهم. هنا هذه المسألة حق شخصي في الدول الديمقراطية لا علاقة له بمسائل شرع المناصب المحددة في الجهات أو في المؤسسات الأخرى، هذه لها مواصفات محددة في قانون شرع الوظائف بقانون الخدمة المدنية مثلا عندما نتكلم عن هذا الجانب. وعلى الجميع أن يستوعب شيئا آخر ما نسميه بالتصنيف السياسي للوظائف، ما هو وظائف سياسية وما هي وظائف إدارية دائمة وقائمة، وهي تبدأ من درجة وكيل نحو الأفضل، هي ظل الجهاز الإداري للدولة وهنالك قانون لكيفية شغلها والتعيين فيها. والحمد لله أن هذه المحافظة تم تعيين خبير يعتبر الخبير الأول في مسألة القانون، وبالتالي لن تمر هذه المسائل دون أن تكون متوافقة مع القانون. أعتقد أن قسم كبير من التخوفات أو من ينزلون التحالف العربي بدوله إلى أنهم يناقشون قضايا صغيرة جدا تعد من الجزئيات، في حين مهمتهم وأهدافهم كبيرة مرتبطة بتحرير البلد، مرتبطة بهزيمة الانقلاب، مرتبطة بإعادة الدولة. وبالتالي هذه تفاصيل صغيرة داخل الدولة، من يأتي هذا يحدد مستقبلا صندوق الانتخابات وليس الآن. أما الآن فالمسألة آتية من باب التكليف لا من باب التشريف، من باب إنجاز مهام لا من باب تقاسم لوهم لا زال بعيدا، لا زالت العاصمة بعيدة عن متناول الناس، ولا يمكن التموضع لأي جماعة سياسية أو قوى في المحافظات لأن ذلك قد يستهلكها أساسا. نعم، إذن ابقى معنا أستاذ عبد الهادي. أعود لي الأستاذ نبيل لأخذ رأيه فيما طرحت، خاصة مسألة أن الحزب أراد أن يقول في إحدى الرسائل تظاهرت اليوم أنه يعبر عن هؤلاء لا العكس. بالفعل، لأنه هؤلاء الناس الذين خرجوهم يحملون أيضا قضية، هذه القضية لا يمكن أن يعبر عنها بأي طريقة أو بشكل أو بإطار من الأطر غير هذه الأطر الرسمية المتمثلة ب ما يقدمه وما قدمه حزب الإصلاح باعتباره حزبا متواجدا في هذه الجغرافيا، أو يعبر عن هذه الجماهير الذي نادى أو دعا باسمه فلبت جميعها للخروج للتعبير عن هذه الدعوة. وبالتالي لا شك أن هذه الجماهير التي خرجت أيضا هي
تثق بهذا الحزب وبقدراته وتقديراته أيضا، وبالتالي عبرت من خلال هذا الخروج عن إرادتها وعن محض إرادتها، لم تخرج بالإكراه أو بالجبر، هم خرجوا يعبرون عن بمحض إرادتهم عن مطالبهم التي رفعتها هذه المظاهرة، والتي أيضا لم ترفعها. وبالأخير هناك 4 سنوات من الحرب والاحتقان والفوضى. أنا باعتقادي أنه الذي خرج اليوم هو يطالب بإنهاء كل هذه المرحلة من الحصار ومن الإقصاء ومن غياب الدولة ومؤسساتها في هذه المدينة. نعم. إذن عودة إليك أستاذ عبد الهادي، مسألة يعني هناك من يتساءل لما لم يقود الإصلاح حملة للمصالحة مع القوى الوطنية الموجودة في الداخل، وذهب ليحاول فتح صفحة جديدة مع الخارج أو يجدد ولاءه لهم؟ المسألة لم يجري مع الداخل مواجهات أو نوعا من التطيع، لا زال الجميع يحضرون مدرسة موحدة يسمى هذا المدرس القوى السياسية الداعمة للشرعية. لم نسمع أن أحدا في المناطق المحررة علق عضويته خصوصا هنا في التعز في هذا المجلس بسبب خلاف بينه وبين الإصلاح. هناك ملاقطات إعلامية بسيطة تجري، وهذا أيضا جزء من تأصيل الجانب الديمقراطي، جزء من التعبير عن مخاوف مستقبلية. نحن مجتمع لسنا ديمقراطي إلى تلك الدرجة، نحن مجتمع يتجه نحو الديمقراطية، ذا توجه ديمقراطي، وبالتالي مسألة الديمقراطية والنظام ومفرداتها وسلامة القاموس السياسي لدى القيادات ولدى الأعضاء البسيطين كنا داخل إندونيسيات مغلقة، وبالتالي لأول مرة نجد أنفسنا في حالة تفاعل مباشر وفي حالة تحالفات تستوعبها النخب وتدركها بعض النخب وليس الجميع، لكن أعتقد أن الحلقات الدنيا لا تدركها بشكل جيد. وهنا المسألة ليست متجهة إلى الداخل، لكن كثرت كتابات وكثر رأي عام وكثرت مجموعة من الاتهامات وتبادل الاتهامات أن تأخر تحريك تعز مثلا تتحمله، يتبادل الأعضاء الصغار بعضا من الاتهامات أن التحالف لم يرضى عن فلان وعن فلتر، وهي جزء من التخوفات والتوجسات التي يكررها الإنسان عندما يفقد القدرة على القراءة الحقيقية للمستقبل والتوجهات. نحن بلاء، والمحافظة أيضا تقع في موقع استراتيجي هام، وهي أحد أهم محطات الصراع والتوقفات. تعز هي المحافظة المشرفة على باب المندب والأكثر أهمية في هذا الاتجاه، لديها ساحل ليس قصيرا يبدأ من باب المندب وينتهي عند الخوخة على البحر الأحمر، وهي منطقة التقاطعات الرئيسية على خط التجارة الدولي، وبالتالي هنالك صراعات دولية لا زالت. أيضا المنطقة الساحلية بعيدة، المواطن التعزي من النوع الذي يحشر نفسه في كل شيء وفي أغلب التفاصيل، فتعتلي أسئلة وتساؤلات. كان يجب أن تكون هنالك نوعا من التطمينات من الأحزاب لهذا المواطن، وهذا أعتقد ما كان ضمن محمول رسالة الإصلاح وأيضا ضمن المحمول الكبير لهذا الحشد الضخم جدا. نعم. الذي ظهر به الإصلاح بهذا الكم، هي رسالة موجهة إلى الداخل أنه نحن لسنا كما يقال نحن على أتم الجاهزية، فما وهي رمي للقوى إلى يد الشرعية والتحالف العربي أكثر مما هي رمي للقوى إلى الشارع التعزي. كانت رسالة شبه موحدة، وبالتالي التعامل معها يرتبط بمدى نباهة الإخوة في التحالف العربي. نعم. وأيضا في السلطة الشرعية لكيفية تلقي هذه الرسالة وفهمها والتعامل معها بشكل جاد وإيجابي. نعم. إذا شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الهادي العزازي وكيل وزارة الثقافة، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. إذا في دقيقة أستاذ دبيل، هناك من يقول أن هذه الخطوة كانت خطوة خائبة في سلم التنازلات بدون مكاسب على الأرض. لا أعتقد أنه صحيح مثل هذا التوصيف. أنا باعتقادي المظاهرة كانت رسالة واضحة أنها تعبر عن يعني ما تبقى من شبه دولة مجهضة في هذه المنطقة، وتعبر عن ما تبقى من حياة سياسية أو هامش حياة سياسية تعددية ديمقراطية مجهضة في بقية المحافظات اليمنية وغير متاح لها العمل سواء في المناطق الانقلابية أو في المناطق المحررة. وبالتالي هذه المظاهرة بالنسبة لمن أقامها هي
تعبر عن وجوده الحقيقي وعن إيمانه المطلق بأهمية بقاء الحياة السياسية وبقاء هذه التعددية، وأنها المناخ الوحيد الذي يجب أن يبقى في اليمن رغم كل هذه الويلات والحروب، وأنه لا بديل عن جمهورية عن يمن ديمقراطي جمهوري اتحادي سوى التشظي والتشرذم والذهاب إلى دويلات الطوائف والقبائل والمذاهب الجغرافية. عمدا شكرا جزيلا لك نبيل البكيري الكاتب والباحث، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.